يا مساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده ويوم جديد من اخبار اون تايم، وان شاء الله تكون حلقه مميزه. وزي ما احنا متعودين معاكم، هيكون معانا النهارده جوله في الساحه المحليه، وده من خلال اخبارنا الخاصه. كمان هنتابع مع حضراتكم كل الكواليس الجديده في كره القدم العالميه، اكيد كل ده تحت شعار ان كل شعوب العالم بيختلفوا في لغتهم وكمان في عاداتهم وفي تقاليدهم، حاجه واحده دايما بتجمعنا اكيد هي الرياضه. وهنبتدي معاكم زي ما احنا متعودين مع اهم وابرز العناوين. الليلة فرعنة اليد في مهمة تحقيق اللقب الإفريقي الثامن أمام الرأس الأخضر. اليوم حفل افتتاح بطولة العالم للسلاح في استاد القاهرة. ثلاث مباريات قوية في ختام الجولة 25 من الدوري الممتاز. الأهلي والزمالك يبدأان الاستعداد لقمة كأس مصر. وعالميا رونالدو يوضح حقيقة عودته لسبورتينج لشبونة. ومن العناوين هنروح معاكم لتفاصيل أخبارنا النهارده مع دقات الساعة 9 مساء. كل المصريين وكل الوطن العربي وكل أفريقيا وكل محبي كرة اليد أكيد هيتابعوا المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد رقم 25 والمقامة على أرض مصر، والأكيد هتجمع النهارده المنتخب الوطني المصري ونظيره الرأس الأخضر. منتخب فرعنة اليد كان حسم مباراة نص النهائي أول امبارح بعد ما فاز على تونس بنتيجة 29-27 بعد مباراة ماراثونية شهدت تألق كبير جدا من جانب لعيبة الفريقين. شفنا كمان الروح وشفنا العزيمة والإصرار من جانب لاعبتنا المصريين اللي قدروا ان هم يحسموا اللقاء ده ويثبتوا قد ايه هم يعني عندهم الجدارة ان هم يوصلوا للمباراة النهائية. التأهل للنهائي ده هو رقم 14 للفراعنة في تاريخ البطولة من 23 مرة شاركوا فيها في البطولة. قدرنا ان احنا نحصد اللقب 7 مرات من بين 13 مرة قبل كده، كانت في أعوام 91 92 2000 2004 2008 2016 و2020، وخسرنا اللقب في أعوام 79 87 89 2006 2010 و2018. أكيد بيطمح الفراعنة النهاردة إن هم يسعدوا الجماهير على أرضهم بعد إخفاقهم في حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط في الجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من أسبانيا في النهائي بفرق هدف واحد بس. وأكيد يعني هتتأهل أفضل 5 منتخبات في الترتيب في البطولة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2023 في بولندا والسويد. كمان خليني استعرض مع حضراتكم مشوار منتخبنا في البطولة لغاية ما وصلنا للمباراة النهائية. مشوار منتخب مصر في أمم أفريقيا لليد 2022 في دور المجموعات، مصر والكاميرون المباراة انتهت لصالح مصر بنتيجة 40-17، وبالنسبة لمصر والمغرب برضو انتهت المباراة لصالح مصر بنتيجة 26-21. وفي ربع النهائي مصر مع الجزائر النتيجة كانت 34 لصالح مصر في المقابل 19 للجزائر. وفي نص النهائي مصر وتونس المباراة انتهت بنتيجة 29-27 لصالح مصر. عشان نتكلم اكتر عن النهائي النهارده معانا كابتن محمد الالفي مدير بطوله الافريقيه لكوره اليد المقامه حاليا في مصر. يا مساء الفل على حضرتك، منورنا اكيد هنا في اخبار اون تايم. يا فندم ازي حضرتك؟ اكيد طبعا احنا عايزين نتكلم عن الاستعدادات بقى للنهائي النهارده. اكيد كل العالم مستني المباراه النهائيه اللي هتجمع ما بين منتخبنا الوطني الاول لكره اليد ومنتخب الراس الاخضر. شايف اللقاء ده فنان هيكون عامل ازاي؟ وبرضه عايزين نتكلم عن الاستعدادات. والله حضرتك عشان الراس الاخضر ما دام وصل حضرتك النهائي تبقى فرقه جامده طبعا، فيها 5 أو 6 لعيبه بيلعبوا في البرتغال، والبرتغال دي من الدول المتقدمه في كره اليد. اكيد حضرتك ان شاء الله الماتش هيبقى يعني فيه صعوبه، بس ان شاء الله ان شاء الله نقدر نكسبه. طبعا حضرتك الاستعدادات اللي حضرتك قلتيها كلها
احنا لعبنا في البحر الابيض المتوسط بدل فرقه بوريت 2002 عشان يبقى في لنا استعداد وماتشات قويه نلعب فيها. وحضرتك الخساره في السنه الثاني خدنا الميداليه الفضيه باسبانيا كسبتنا فرق جون. صحيح. حضرتك يعني وانت ما بتروحي تلعبي ماتشات اعداد مش ما بنبقاش منتظرين ان احنا نطلع الاول لكن منتظرين ان احنا نعمل ماتشات كويسه. وده اللي حصل. صحيح. طبعا كان في يحيى خالد ومحمد ممدوح حاشم ما كانوش سافروا عشان اللي كان جاي من السفر كل واحد جاي من بوخارست وواحد جاي من المجر فتعطلوا في السفر فيا دوبك ايه بداوا يخشوا دلوقتي مع الفرقه والفرقه الحقيقه تم اعداد كويس. صحيح. الحمد لله. متفائل النهارده لمنتخبنا ان شاء الله. في حضرتك احمد هشام السيد هو مصاب اساسا وهيبدا التمارين ان شاء الله من اول الشهر الجاي. وطبعا حضرتك في اللي هم في مواليد 2000 كل واحد كان ليه ظروفه ما قدرش يخش المنتخب. صحيح. فالفرقه الحمد لله كويسه وان شاء الله هتبقى ان شاء الله يا رب نتوجها عشان ايه يبقى في حاجه كويسه ان شاء الله في الدوره كلها. طيب تنظيميا بقى يعني الاستعداد للمباراه النهائيه النهارده هيكون عامل ازاي وكمان بالنسبه للتوافد الجماهيري والاعداد اللي احنا منتظرين ان هي تكون موجوده عشان تساند وتشجع منتخبنا الوطني الاول لكره اليد النهارده متوقع هيكون قد ايه؟ والله التذاكر كلها اتباعت يعني ان شاء الله يبقى في على الاقل 4500 فرد زائد في 500 دعوه برضو خلصوا. وبعدين احنا دلوقتي انا قاعد في الصاله على اساس ان احنا هنعمل بروفا الساعه 2:30 على اساس هنشوف الحاجات اللي هي اللي هتتعمل في الختام. صحيح. القرارات والحضرتك الكاس هيتحط فين والتتويج هيبقى ازاي. صحيح. في ناس جايه من وزاره الشباب والرياضه بتوع المراسم وان شاء الله هتبقى كويسه ان شاء الله. كابتن محمد الألفي مدير بطولة الأفريقية لكرة اليد المقامة حاليا في مصر أكيد نورتنا النهاردة بشكرك جدا على وجودك معنا من خلال شاشة التلفزيون أون تايم سبورتس وأكيد كل التوفيق بنتمناه لمنتخبنا الوطني الأول لكرة اليد النهاردة في اللقاء النهائي في البطولة الأفريقية قصاد الرأس الأخضر. أكيد يعني عندنا كلنا ثقة إن شاء الله إن احنا النهاردة هنقدر إن احنا نحصد اللقب الخاص بالبطولة دي. لكن كمان قبل ما نروح معاكم لفاصل النهاردة برضو الساعة 6 مساء هينطلق حفل افتتاح بطولة العالم للسلاح واللي بتستضيفها مصر في استاد القاهرة وبتستمر لغاية يوم 23 يوليو الجاري. كمان هنشوف النهاردة حفل افتتاح مبهر بإذن الله بحضور مندوب الدول المشاركة وكمان أعضاء الاتحاد الدولي للعبة والاتحاد المصري وأهدت شركة Presentation Sports أغنية اسمها Coming Home. ده بمناسبة أكيد تنظيم مصر لبطولة العالم للسلاح وكمان الموسيقار هشام خرمة هو اللي سجل الأغنية دي واللي أعلنتها شركة Presentation وكمان يعني نزلتها على طريقة الفيديو كليب وبيغنيها تسنيم العيدي ويوسف جبريال وكمان كتبها محمد الرفاعي وتسنيم التونسي. كمان زياد فرياني مندوب الاتحاد الدولي للسلاح أشاد أكيد بإدارة بطولة العالم للسلاح والمقامة حاليا في صلاة استاد القاهرة الدولي. كمان اتكلم عن رضاه بشكل كبير جدا عن التنظيم المصري وقال في تصريحات على هامش انطلاق البطولة في مجهود جبار مبذول عشان البداية بتاعت البطولة تطلع بالشكل الأمثل وبدأنا العمل من شهر واحد الآن الصلاة جاهزة والحكام تم تجهيزهم على أعلى مستوى. قال كمان انطلاق البطولة كان في الوقت المحدد وده إنجاز كبير مهما كان العدد والصعوبات كل شيء بدأ بشكل مثالي في التاسعة كما هو متفق عليه. مشاهدينا نطلع لفاصل سريع ونرجع ونكمل مع حضراتكم بقيت فقراتنا هنا في أخبار أون تايم خليكم معانا. برحب بحضراتكم مرة تانية ودلوقتي هنروح معاكم لتفاصيل أخبارنا المحلية.
النهارده هيصدى الاستطار على مباريات الجوله ال 25 من بطوله الدوري الممتاز بثلاث لقاءات، هيبتدوا الساعه 6:30. اللقاء ده هيجمع ما بين فاركو وايسترن كومباني على استاد الاسكندريه، والساعه 9 مساء الاتحاد السكندري هيقابل المصري بورسعيدي على ملعب برج العرب في مباراه ديربي ناريه اكيد ومهمه لكل فريق فيهم عشان يوقفوا نزيف النقاط. وفي نفس التوقيت برضو مصر المقصه هيستضيف انفي على ملعب الكليه الحربيه. هيبتدي فريق النادي الاهلي النهارده التحضير لمباراته ضد فريق نادي الزمالك يوم الخميس اللي جاي في نهائي بطوله كاس مصر في نسختها القديمه، وهي المباراه اللي اكيد محتاجه تركيز شديد جدا من قبل الفريق باعتبارها طبعا بطوله خاصه بالنسبه للمدير الفني الجديد طبعا، خصوصا ان هي بطوله ممكن يحصدها النادي الاهلي تحت قياده ريكاردو سواريز زي ما بقول لحضراتكم، بخلاف كمان ان المباراه دي هتكون قصاد الغريم التقليدي هو نادي الزمالك، وبتعتبر قمه الكره المصريه والفوز فيها اكيد بيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. بدا بالفعل ريكاردو سواريش والمعاونين اللي معاه ان هم يدرسوا نادي الزمالك بالفيديو بشكل كويس جدا عشان يقفوا بقى على طريقه واسلوب لعب نادي الزمالك، ويعرفوا كمان اهم المفاتيح اللي بيعتمد عليها قبل تحديد الخطه اللي هينوي ان هو يعتمد عليها في مباراه القمه اللي جايه عشان طبعا يعني يحكموا القبضه على لقب كاس مصر المتوج به الفريق الاحمر في اخر نسخه، ويحققوا كمان اول بطوله للجهاز الفني الجديد في قيادة النادي الأهلي. هيستعين البرتغالي بالجلسات النفسية عشان يقدر ان هو يحفز لعيبة النادي الأهلي ان هم يحققوا الفوز على نادي الزمالك عشان يصححوا المسار بعد الهزيمة الأخيرة اللي تعرض ليها النادي الأهلي من فريق بيراميدز. كمان بيبذل الجهاز الطبي في نادي الاهلي محاولاته المكثفه عشان يقدر ان هو يجهز بيرسي تاو جناح الفريق عشان يقدر يشارك في مباراه نادي الزمالك بعد ما تعرض لاصابه بشد في العضله الاماميه من فتره، وقطع بيرسي تاو شوط كبير جدا في برنامج التاهيل عشان يتعافى من الاصابه بشد في العضله الاماميه، وبيؤدي تدريبات الجري حوالين الملعب على هامش تدريبات فريقه الجماعيه، وبيحاول كمان الجهاز الطبي للنادي الاهلي ان هو يجهز تاو عشان يحل ازمه النقص العددي في صفوف الفريق خصوصا في مركز الجناح، وده من خلال استخدام حقن البلازما لسرعه تجهيز اللاعب، واللي قرب ان هو يرجع للمشاركه في التدريبات الجماعيه لفريقه خلال الايام اللي جايه. ومن المقرر ان هيخضع بيرسي تاو لفحص طبي على هامش تدريبات النادي الاهلي الجماعيه عشان يحددوا بقى موقفه النهائي من نزول التدريبات الجماعيه، ومن ثم اعلان جاهزيته للمشاركه في نهائي الكاس او استمرار غيابه عن النادي الاهلي. لسه مكملين معاكم عن النادي الاهلي، وكشف مصدر جوه النادي عن تحسن حاله محمد هاني وقربه كمان من اللحاق بمباراه فريقه ضد نادي الزمالك، واكد المصدر ان الاشعه اللي خضع ليها محمد هاني اثبتت تحسن ملحوظ في البرنامج الخاص به طبعا بعد ما اصيب بشد في العضله الاماميه خلال مباراه فريقه اللي فاتت دي ضد فيوتشر، وهيخضع هاني لفحص طبي جديد على هامش التحضير لمباراه الزمالك عشان يحسن موقفه من اللحاق باللقاء او استمرار غيابه هو كمان عن المباراة. كمان تراجع مسؤولين النادي الأهلي عن فكرة التعاقد مع المهاجم النيجيري جون إيبوكا لاعب نادي أنفي، وده خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية، وكشفت تقارير صحفية عن أسباب عدم استكمال النادي الأهلي لمفاوضاته مع إيبوكا، يمكن أهمها رغبة الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش إن هو يضم مهاجم أوروبي خلال الفترة اللي جاية دي. والجدير بالذكر برضو إن جون إيبوكا تألق مع أنفي في الموسم الحالي وسجل 10 أهداف في الدوري المصري وبيحتل المركز الرابع في ترتيب هدافين المسابقة. كمان قربت إدارة النادي الأهلي إن هي تحسب التعاقد مع النجم الدولي التونسي غلال الشعلاني لاعب خط وسط فريق الترجي التونسي عشان تكون أولى صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. كمان دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي الترجي الرياضي التونسي عشان يحسم صفقة اللاعب بشكل رسمي، وكمان المفاوضات دي بقت قريبة جدا إن هي تنتهي بعد ما توصل التوقيت
الطرفين لاتفاق نهائي، واكيد بيدور النادي الاهلي في الوقت الحالي ده على بديل مميز وقوي لنجم خط الوسط عمرو السوليه واللي بيعاني من اجهاد بسبب ضغط المباريات. كمان رشحت لجنه التخطيط في النادي الاهلي برئاسه محسن صالح ثنائي من الدوري المصري الممتاز في مركز الجناح الايمن على المدرب سواريش، وبلغ البرتغالي ريكاردو سواريش اداره النادي الاهلي بضروره تدعيم صفوف الفريق الموسم اللي جاي ده بسبب تراجع اداء معظم اللعيبه. كمان عرضت لجنه التخطيط الثنائي مصطفى السعد ميسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا وعبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي على ريكاردو سواريش عشان يضم واحد فيهم في الميركاتو الصيفي، وبيتابع مسؤولين النادي الاهلي الثنائي مصطفى سعد وعبد الرحمن مجدي في الفتره اللي جايه دي عشان يدخلوا في مفاوضات رسميه بعد ما يعرفوا قرار سواريش. نروح بقى معاكم لاخبار نادي الزمالك، وقرر مسؤولين نادي الزمالك ان هم يعملوا لائحه جديده خاصه بمباريات الدوري اللي جايه لغايه نهايه الموسم، بحيث يتم زياده بقى مكافئات الفوز في المباريات اللي جايه دي وكمان مضاعفه عقوبات الخساره، وده طبعا في اطار خطه مجلس اداره نادي الزمالك ان هم يحفزوا اللعيبه عشان يواصلوا سلسله الانتصارات والتربع على عرش مسابقه الدوري وتحقيق اللقب الثاني على التوالي ليهم، وده في ظل المنافسه الشرسه مع النادي الاهلي ومع بيراميدز على اللقب في الموسم الجاري. كمان بقى على مستوى فريق الكوره، فنال محمد عواد حارس مرمى فريق نادي الزمالك يعني اشاده خاصه من البرتغالي بيريرا المدير الفني بعد التالق اللافت للنظر خلال مواجهه غزل المحله في بطوله الدوري، واتكلم فيريرا مع عواد بشكل خاص واشاد طبعا بمستواه وبتالقه في المواجهه الاخيره لنادي الزمالك، وطالب كمان الحارس ان هو يركز بطريقه اكبر من كده خصوصا وان المواجهات اللي جايه دي بمثابه مباريات كؤوس ومحتاجه اكيد يعني لجهد مضاعف، وطالب فيريرا عواد ان هو يفضل على مستواه وكمان يكلل جهوده وجهد زملائه بالتتويج بلقب الدوري الموسم الحالي، واتمنى له كمان ان هو ينضم لصفوف المنتخب الوطني في المرحله اللي جايه. كمان طلب البرتغالي فيريرا من افراد جهازه المعاون تحضير تسجيلات لمواجهات النادي الاهلي تحت قياده سواريش خصوصا طبعا مواجهه بيراميدز الاخيره عشان يكشف طريقه لعبه مع النادي الاهلي، خصوصا وان هو تولى المهمه من فتره قصيره جدا وصعب ان هو يكون في رؤيه واضحه لتفكيره، ولكن فيريرا عاوز ان هو يكتشف بعض الخطوط العريضه اللي بيعتمد عليها سواريش في طريقه لعبه مع النادي الاهلي. وإن شاء الله بكرة هيوصل البرتغالي رويا فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني الأول للقاهرة عشان يبتدي بقى مهمته رسميا مع الفراعنة خلفا لكيروش، وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد مع المدير الفني السابق لبنفيكا البرتغالي والنصر السعودي عشان يقود المنتخب لأربع سنين جايين. المنتظر أن هيتم تقديم المدير الفني البرتغالي لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي هيقام يوم الأربعاء اللي جاي أو إن شاء الله في شهر يوليو الجاري ده بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم. كمان كابتن رضا شحاته المدير الفني السابق لفريق الجونه قرب ان هو يقود فريق الداخليه الصاعد حديثا اكيد للدوري الممتاز خلفا لسيد عيد واللي رحل عن الفريق بعد تحقيق حلم الصعود، وكشف مصدر في نادي الداخليه ان رضا شحاته هو الاقرب ان هو يقود الفريق الفتره اللي جايه دي في الدوري الممتاز، وكان في عدد من المدربين المرشحين اللي كانوا في القايمه عشان يدربوا الفريق، يمكن طبعا منهم كابتن حلمي طولان مدرب نادي انفي السابق وكابتن احمد كشري مدرب أسوان والإنتاج الحربي السابق. كابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي سموحه اعلن توقيع عقوبه ماليه على اللعيبه لسوء الاداء بعد خساره الفريق على ارضه بهدف نظيف قصاد البنك الاهلي، ورفع بسيوني قرار عشان يكون في مبلغ مناسب للخصم، وبالفعل الاستاذ وليد عرفات رئيس مجلس اداره النادي اعتمد العقوبه دي ووقع غرامه 20,000 جنيه على كل لاعب شارك في المباراه، ومنح بسيوني اللعيبه 24 ساعه راحه قبل موقعه الزمالك اللي جايه في الاسبوع 26 من عمر الدوري الممتاز. في الدقيقة 42 المباراة يحرز اللاعب كريم بابو رقم 26 الهدف الأول. وبكده خلصت فقرتنا الإخبارية المحلية، نطلع معاكم لفاصل سريع ونرجع ونكمل بقية فقرتنا هنا في أخبار أون تايم، خليكم معانا.
برحب بكل مشاهدينا مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع حضراتكم فقرة الكورة. اللي فاتت دي كان في كلام خرج من وسائل إعلام بيقول إن كريستيانو رونالدو قرب إن هو يرجع مرة تانية لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، وده هيكون كمان الصيف الجاري. ولكن النجم البرتغالي مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي كذب التقارير الصحفية دي، وهي تقارير برتغالية من قناة برتغالية كانت أشارت. كان أكيد هو عنده برضه رغبة إن هو يرحل لنادي أوروبي تاني عشان يقدر إن هو يشارك في دوري أبطال أوروبا، خصوصا طبعا ان الفريق مش هيلعب في المسابقة القارية وتأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي. كمان الهولندي دي ليخت مدافع يوفنتوس اصبح خلاص على اعتاب الانضمام رسميا لنادي بايرن ميونخ الالماني في الميركاتو الصيفي الجاري، وده اللي اكده فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في اوروبا النهارده عبر حسابه على تويتر. وقال توصل بايرن ميونخ ويوفنتوس لاتفاق نهائي على صفقه دي ليخت امبارح مقابل 70 مليون يورو رسوم قيمة ثابتة، بالإضافة كمان لمتغيرات حوالي 10 مليون يورو. وأضاف كمان هيتم الانتهاء من الصفقة مطلع الأسبوع الحالي، وهيغادر دي ليخت لميونخ من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وتوقيع العقد كلاعب جديد في بايرن ميونخ. وكمان قال أن عقد دي ليخت هيمتد لغاية يونيو 2027. دي كانت جولتنا الإخبارية السريعة، دلوقتي هنروح معاكم لأخبار العالم. هنبدأ الجولة النهاردة بتاعت أخبار العالم من الصحف الأسبانية، تحديدا بقى صحيفة ماركا اللي ركزت على ريال مدريد وعلى التحضيرات للموسم اللي جاي وخطة المعد البدني بانتس وكتبت خطة بانتس. كمان اهتمت بفريق أتلتيكو مدريد وخطة تقليص عدد المهاجمين وكتبت لا يمكن البقاء سوى الأربعة. صحيفة سبورت كمان ركزت على أخبار برشلونة وعلى سوء الانتقالات الخاصة بالفريق وكتبت ليفاندوفسكي أرغب في الفوز بالألقاب مع برشلونة وهجوم كامل من أجل التعاقد مع كوندي وبرشلونة يسارع من أجل ضم أسبليكويتا. كمان اهتمت بقرار المان يونايتد بشأن الهولندي فرانكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة وكتبت مانشستر يونايتد يقرر انتظار دي يونغ. صحيفة الموندو ديبورتيفو الأسبانية كمان ركزت على التصريحات روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الجديد وكتبت ليفاندوفسكي جئت من أجل الفوز بالألقاب. اهتمت برضو الصحيفة بأخبار برشلونة وجولته في الولايات المتحدة الأمريكية وكتبت والآن من أجل تقوية الدفاع كوندي وأسبليكويتا والعمل ورغبة ليفاندوفسكي. وفي فرنسا صحيفة لوكيب اتكلمت عن لقاء منتخب فرنسا ضد أيسلندا في نهائيات أمم أوروبا للسيدات في كرة القدم، كتبت تبديد الغيوم. كمان اهتمت بتعاقد فريق باريس سان جيرمان مع إكيتيكي ونجم لال مارتن تيري وكتبت إكيتيكي طموح في باريس سان جيرمان وتيري يغري الإنجليز. اما بقى صحيفه لاجازيتا دو سبورت الايطاليه فركزت على الهولندي دي ليخت وقرب كمان رحيله عن يوفنتوس لبايرن ميونخ الالماني وكتبت رحيل دي ليخت يوفنتوس يتغير ووصول عرض ب 80 مليون يورو والبديل بريمير. وكمان الصحيفه اهتمت بالارجنتيني ديبالا وكتبت عرض من روما لكن ايضا قليل انتر ميلان يترصد. مشاهدينا نطلع لفاصل سريع ونرجع ونكمل مع حضراتكم بقيه فقراتنا هنا في اخبار اون تايم، خليكم معانا. برحب بكل مشاهدينا مره ثانيه، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرتنا الاخيره وهي فقره وان شوت. لسه لحد دلوقتي ردود افعال وقاعه احمد يحيى حارس مرمى الاتحاد السكندري مستمره، واحنا دايما برضو في وان شوت بنحاول ان احنا نلقي الضوء على اللقطات الايجابيه. امبارح بقى في مباراه سيراميكا كليوباترا والمقاولين العرب حرص عامر حارس وقائد طبعا فريق سيراميكا كليوباترا ان هو يدعم احمد يحيى حارس مرمى الاتحاد السكندري ولبس تيشرت فيه صوره احمد يحيى ومكتوب عليه ادعم احمد يحيى في لقطه اكيد اكتر من رائعه ودليل كمان على الروح الرياضيه، وهي دي روح اللي اكيد بنتمنى ان هي تكون موجوده في ملاعب كره القدم. تعالوا نشوف اللقاء ده مع كابتن عامر ونرجع نكمل معاكم.
الشرط ده ما يجيش حاجة في أحمد يحيى، أحمد يحيى من أطيب وأحسن الناس الموجودة في مجال الرياضي، والتيشيرت ده أقل حاجة أنا ممكن ألبسها أو الفرقة تلبسها دعم لأحمد يحيى، أحمد يحيى اتظلم، أحمد يحيى كان عنده ضغوطات، المفروض الجمهور أي جمهور أيا كان يسانده ويساعده مش يضغط عليه أكتر من كده، أحمد يحيى شخصية طيبة وأتمنى إن شاء الله القرار اللي أخده ده إن شاء الله يرجع عنه إن شاء الله يبقى موجود بإذن الله معانا. طبعا لفته طيبه جدا منكم، وبالتاكيد لفته طيبه من جميع اللاعبين، شفنا ان هم بيدعموا احمد يحيى بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، والنهارده بنشوفك النهارده في شيء مميز جدا، يعني اكيد بشكرك عليه طبعا كل الدعم لاحمد يحيى. احمد قبل ما يكون صديقي وصاحبي انا اعرفه من 17 سنه، هو اخويا، خلال الفتره دي كلها ما سمعتش عن من احمد كلمه واحده خارجه، احمد بيحب الصغير قبل الكبير، بيدعم كل الناس، بيحب كل الناس، واحد بيحب اهله بيته كتير جدا جدا، فطبيعي ان انت لما يكون عنده حاله وفاه واخوه متوفي من يومين وبيدوس على نفسه وبتحتاجه بيلعب معاك في الفرقه، لازم يبقى فيه يعني شويه من التعب، شويه قبلها بيوم كان العزاء، فالمفروض الجمهور يسانده، فمش يضغط عليه اكتر من كده، فاتمنى ان شاء الله ان شاء الله باذن الله احمد يرجع القرار اللي خد باذن الله. اكيد بنشكر الزميل خالد رزق على المقابله الجميله دي، وطبعا انا بتفق مع كابتن عامر في كل كلمه قالها، فعلا احمد يحيى يعني من اللعيبه اللي عمرك ما تسمع عنهم اي حاجه وحشه، طول عمره معروف باخلاقه العاليه وبطبطه، واكيد طبعا احنا كلنا بنال بنتمنى ان هو يعني يعيد النظر مره ثانيه في القرار اللي اخذه، وكمان شفنا يعني دعم من كل الناس، من كل الانديه، من كل اللعيبه، من كل زملائه، من رابطه الانديه، من الجماهير كلها، وحاسه بقى ان ده يعني دلوقتي الدور على جمهور الاتحاد السكندري ازاي يقدر ان هو يجبر بخاطر اللاعب ويرجعه مره تانية عن القرار اللي اخذه ده، لان يعني بجد جبر الخواطر دي حاجه كبيره جدا عند ربنا، اتمنى ان ده يحصل من جمهور الاتحاد السكندري اللي معروف عنه الاخلاق والطيبه والجدعنه، يعني شعب اسكندريه ده معروف طبعا باخلاقه العاليه، فاتمنى اتمنى اتمنى ان هم يكون ليهم يعني وقفه كده ويعرفوا ازاي يرجعوا اللاعب مره تانية عن القرار اللي اخذه ده. عايز افكر حضراتكم برضو ان شاء الله مباراة منتخبنا الوطني الاول ومنتخب رأس الاخضر النهاردة في نهائي البطولة الافريقية لكرة اليد مذاعة الساعة 9 مساء على شاشة اون تايم سبورتس 3، اكيد طبعا من هنا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الاول لكرة اليد ان شاء الله النهاردة يرفعوا راسنا ويتوجوا باللقب. بشكركم جدا لحسن المتابعة والى اللقاء.